الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركاء المجتمع المدني والعاملين بقطاع الاتصالات لتنظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. احنا بنركز على الخدمات اللي بتؤدى للمواطن المصري، ونوادي التكنولوجيا ليها تاريخ وليها من سنة 2000 وهي شغالة، ودورها مهم جدا لتفعيل الإتاحة للشباب في مناطق الجمهورية كلها. فاحنا عايزين إعادة التفعيل مرة أخرى، وفي نفس الوقت توفير بقى فرص تدريب وفرص عمل جديدة للشباب إن شاء الله. عايزين نعمل نقلة نوعية، أنا بقولهم معاكو احنا عايزين نعمل نقلة نوعية لاستخدام الانترنت في مصر. انشاء نحو 2136 نادي لتكنولوجيا المعلومات بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي المجتمعي لجميع افراد المجتمع وتعزيز بناء القدرات المؤسسية هدف يسعى العاملين عليه لتفعيله. وبالتالي احنا عايزين ننقل الاستدامة عن طريق ان النادي تكنولوجيا المعلومات اللي هو يقول لمجتمع مدني او هيئات او مؤسسات ان هو يبقى الاونر، مالك المشروع، هو صاحب المشروع، هو اللي مهتم بيه جدا وعايز يدعمه ويكمله. دلوقتي في مجموعه من السوفت ويرز، مجموعه من التدريبات المهنيه اللي بتتوجه للشباب بحيث انها تفعل دور الاجهزه بطريقه عمليه، بتبني قدرات المؤسسيه المجتمع المدني، بتبني قدرة الشباب نفسه على استخدام الآليات الجديدة والسيستمز الجديدة. فبالتالي تفعيلها بالشكل السليم ده لازم يعني هيخلق فرص تنمية للبلد عموما بشكل عام، حتى مش بس للشباب ان هو يشتغل. يعني شراكة مستقبلية متمثلة في شركاء محليين وعالميين من أجل وضع رؤية واستراتيجية واضحة تبنى على أسس وآليات محددة للتغلب على الفجوة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لعملية التنمية في مصر.